أما هلا سالي ختام مسك بننتقل لفقرتنا الأخيرة. شعر الزجل يعد من الفنون الشعبية الأكثر رسوخ وبقاء في الذاكرة الشعبية لأنه هو قريب من الناس، بيحكي عن وجدانهم وتراثهم ومشاعرهم، له مكانة خاصة في بلاد الشام وخصوصا في سوريا، ويمتاز بطابعه الغنائي السلسي. صحيح نور، هذا لأنه سوريا من أغنى البلدان العربية بالفنون الثقافية الشعبية لاتساع مساحتها وتنوع تضاريسها وثقافة سكانها. ومعنا اليوم للحديث عن الزجل والشعر الشعبي الشاعر رياض سعادة. كل عام وانت بخير وأهلا وسهلا فيك. كل عام وانتم بخير وأهلا وسهلا فيكم سيد نايا. بداية نرحب فيكم باسم أهل سيد نايا، أهلا وسهلا فيكم. خلينا نحكي بالبداية عن بداياتك. شعر الزجل قديش فعلا هو اللي يعني من الفنون الشعبية القريبة لقلوب كتير من الناس، له طبق طابع غنائي رتم غنائي معين، وبتحس قريب من وجدان كل الشعب. هلأ الزجل كتعريف هو الصوت لغة، وهو رفع الصوت بالتطريب، لذلك سمي الحمام الغريد بالحمام الزاجل، والسحاب سحاب الرعد سحاب الزجل. وتمتاز هذه المنطقة عموما منطقة القلمون وخاصة سيدنا بهذا الفن، ولدينا الكثير من الشعراء من بدايات القرن الماضي، من كبار الشعراء الذين أغنوا هذه المكتبة الزجلية بأمهات القصائد والملاحم الزجلية. ويتواجد هذا الفن الجميل في كافة المناسبات، من فرح وأعياد ومناسبات وطنية واجتماعية. نعم. وله أنواع كثيرة وله أوزان. صحيح. من حيث وحدة الوزن والقافية. نعم. والتركيب الشعري. صحيح. يعني يختلف عن الشعر الفصيح أن الشعر الفصيح هو للخاصة، أما الزجل هو لعامة الشعب ومن الشعب. نعم، خلينا هيك نسمع منك هيك شيء اليوم من وحي المناسبة، مناسبة عيد الرب التجلي. بداية منقول للفضائية العطر الدغدغ لشعوري، وغافي بالورد الجوري، ما بيوعى إلا ما يطلع خد الصبح السوري. حلو. يا أرض العز من طيبك جنينا، يا أرض العز من طيبك جنينا، وعلى صخراتك الشقرة التقينا، ولأنه شمسنا بهاليوم أجمل صباح النور بدلتنا ارتدينا، ويا ضيعتنا الإلك وبكل منزل شاعر عبقري بفكره اغتنينا، وصفنة فيلسوف وفكر أنبال ونخبي للوطن نحنا هدينا. حلو. ورغم كل الهموم القلب مشعل، ورغم كل المآسي ما انحنينا، ورغم شح الموارد ما منتبال، ورغم عتم الليالي ما انطفينا، وبدمات الشهادة ما منبخل عطينا، وما سألنا شو عطينا، وعلى درب البطول المجد سنبل، ومن مدارج بيادرنا الوفية نضج خبز الكرامة عائدينا. الله الله، تسلم هتم. خلينا نحكي شو المواقف اللي خليك تترجى الشعر، يعني شو اللي بيستفزك لتحكي شعر زجل والموقف اللي ممكن فعلا يطلع الكلمة؟ هلا احيانا حادثة معينة، وقفة بطولية معينة، مناسبة معينة، استشهاد فدائي، يعني كلها مواضيع تدعو الشاعر
للارتجال ولكتابة القصائد. حلو. هل طبيعة جبل وصيدنايا لها علاقة بالإبداع؟ هلا لا شك وهذا مثبت علميا أن البيئة تؤثر وتتأثر، حتى علاقات الإنسان تتأثر بالبيئة والإنسان يتأثر بالبيئة. نعم طبعا، نحن من خلال هالجبال الشامخة ومن خلالها أدت ليكون الإنسان بصيدنايا في عنده شموخ وكبر وصلابة. طبعا بده يكون الزجل بده يتأثر بهالمواقف هاي، وبده يكون يعني جزل وقوي. خلينا نستغل معك الوقت كمان ونسمع شيء ثاني من حضرتك. هاي صيدنايا أرضها حرة، ورد الحلا عجبينها تمرة، فيها الرجولي مثل حد السيف، والطهر درة عصدر حرة، صخورة مرايا بالشتي والصيف، هاك الأمر عجبينها غرة، ومنها مخازن للهنا والكيف، ومواسم الأعياد مخضرة، ما بيلحقها حاتم لملأ الضيف، بتطلع لبرا نضاء فيها البيت، وضيوفها ما بيطلعوا البر. الله الله، يعني جدا جميلة هالكلمات النابعة من القلب. يمكن وقت تحكي زجل وشعر، خلينا نقول هو شيء من روحه للشخص بيعطيه، ماشي هيك هو حافظه وعم يلقيه. خلينا نحكي ايضا هيك، يعني امبارح كان مناسبة عظيمة، ودائما بهذه المناسبة صيدنايا نظرا لل منطقة التاريخية لدير التجلي لألب سيدنايا بصير في احتفالات، ودائما كل العالم بتحب تسمع زجل، فخبرنا هيك عن الاحتفالات اللي بتصير بصيدنايا، عن طلبات، اذا احيانا بيجي طلبات خارجية، عمادة، هدول القصص، يعني نحكي عنها شوي. معظم الاعياد بصيدنايا يقومون بها الشباب، شباب صيدنايا، من خلال العرضات ومن خلال الاحتفالات الجميلة. نعم. ومن نعم. خلال إقامة الدبكات والأناشيد، وبوقع الزجل في هذه الاحتفالات في الأولوية. فكل احتفال في العراضة هو نوع من أنواع الزجل، ومن خلال الاحتفال الذي يقوم به الشباب يكون هناك شاعر يرتجي القصائد ويغني أنواع الزجل مختلفة من الموشحات والقرادي والأغاني الزجلية والأهازيج. حلو. طيب ممكن نستذكر شي موقف بيضحك استفزك قريت من خلاله شعر زجل ارتجلت؟ يعني في مواقف أثرت، ممكن تكون مواقف محزنة مضحكة غريب. يعني راسخة بذاكرتك. يعني مرة بأحد المطاعم واحدة لابسة النورة قصيرة وحبت يعني يا حلواي قلبي داب، وكاس الحفلي فيكي هاب، لبسك رح بيخلينا نخرق قانون الآداب. يعني في شغلات هيك فكاهات ظريفة. أيضا خلينا نسمع شيء. في نوع من الزجل اسمه المعنى. تفضل. هاي ضيعتي الغط الأمر عجبينها، هاي ضيعتي الغط الأمر عجبينها، ورب السما والأرض قرر مينها، وعين الفجر بتفيق أحساسينها، ونبع الأداسي مزهر بساتينها، وجبالها خزنة غلال سنينها، وكل الحلا سهران عاتلوينها، وحلوينها عيد الفرح بربوعها، والعيد ما بيكمل بلا حلوينها. الله، هيدا شو بنسميه بالزجل؟ هذا المعنى. كم نوع للزجل؟ هلا في الكثير من انواع الزجل، المعنى، الارادي، الموشح، الشروقي، ابو الزلف، العتابه، المجنه، الاصيد، الاصيد الطويل، الاصيد الهاي، يعني كل نوع وله مناسبته وله. خلينا نسمع ميجنه.
ميجنا يا ميجنا يا ميجنا، أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا. أنا شاعر بفلسفتي وجودي، الشعر الغزل والشعر هاي غاية وجودي، علي تكرمي بعطفك وجودي. الكرم والجود من طبع الأحباب، طبعا هذا عتابة يعني، وفي كسرة ميجنا تماما. أكثر شهرة اليوم إذا فينا نقول بالأعداد والسهرات والسمرات، كان الزجل جزء يعني أساسي من جميع السهرات العائلية الكبيرة، أكثر انتشارا شو هو اليوم؟ أكثر انتشارا هو العتابة والميجنة بالسهرات والموشح، لأن بيدبك وبيرقص الموشح والقرادي، يعني القرادي للتحدي يستعمل. شو بتختلف القرادي عن بالوزن؟ بالوزن يعني الموشح نص وزن الشباب. لشو بيميلوا؟ للموشح وللاغاني البسيطه وللردات الخفيفه. والشروقي يعني. شو الشروقي؟ الشروقي كمان نوع من انواع الزجل، يعني طويل وبده صوت، يعني بده نفس. خلينا نسمع منك كمان شيء. يا موطني شو قولك منهديك بهالعيد حتى يكون عيدية، يا موطني شو قولك منهديك بهالعيد حتى يكون عيدية، وانت اللي أغلى من الدنيا لياليك وكل الدنيا ما بتحرز هدية. محتار شو بهدي بصباح النور من طهر هاك الدير والبخور، رايح تأسرق نغمة العصفور الملا الدنيا أنغام صبحية، وجيب بيوم العيد عيدية. الله. فتشت لكن ما كنت لاقي عقد مجدك في مجد باقي، وزنبق مثل قلبك هني ونائي، تاغطن بأبيات شعرية وجيبن بيوم العيد عيدية. رح جيب من شام الحلا ياسمين وهمس الطفولة وبسمة الحلوين وفرحة جنود العز منتصرين، وكمشي من ترابات سورية وقدمهن بهالعيد عيدية. شو حلو. يمكن اليوم الكلمات دائما النابعة من القلب لها تأثير أيضا على السمع، السميع. مو كل مين سمع يعني، أحيانا في عالم عن جد ذويقة للفن طبعا. والزجل فينا نقول هو من الفنون الشعبية العريقة، لأن إحنا هلا اختلطت الفنون الشعبية ببعضها، صار في كثير عنا شعبي، ولكن الزجل يبقى له خصوصيته نظرا لكلماته الموزونة. أيضا كمان هيك حابين بالختام يمكن نختم هيك بشي معك اليوم من دير ماجريوس مع هالإطلالة الجميلة اليوم، شو بدنا نقول؟ لما حنين عيونها بقلبي غزل، صار الغزل من خدها يغزو الغزل، وما في قصيدة بهالدني من وحيها تتخلدت بكتاب وبسفر الأزل. حاجي بكفي ظلم يا إنسان، الإنسان مش أرقام أو نمرة، الإنسان لهف مغلف بتحنان والأرض أمه حضنها غمرة، لكن الغربة غربة النسيان وهجر الأحبة بالقلب جمرة، ومش رح بيعمر مجد للأوطان إلا بزنود أولادها السمرة. يسلم هتم، بدنا نتشكرك أكيد على وجودك معنا وأضفت لمسة خاصة اليوم بحلقتنا الخاصة من مدينة صيدنايا. هالشعر الجميل، شعر الزجل القريب من قلوب وذاكرة كل الناس وإله خصوصية في ذكرياتنا. شكرا كثير لك. الله يخليكم وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. شكرا لوجودك معنا، نورت صباحنا اليوم أنت وباقي ضيوفنا من مدينة صيدنايا، المدينة المقدسة، أرض القداسة وأرض الطهر. شكرا لك. شكرا.